يقول: فضيلة الشيخ، مما كثر فيه الكلام بين الشباب وحصل به الخلاف وعمت به البلوى الكلام في الجرح والتعديل، وقال البعض أن من لم يقبله فهو مبتدع وغير سلفي، وأنه واجب علينا تتبع زلات الدعاة والعلماء ليحذر منها دفاعا عن السنة، وأن الأصل في الدعاة والعلماء أنهم مجروحون حتى تثبت عدالتهم، فما رأي سماحتكم في هذا؟ وهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ويجب أن تنزه مجالس العلم عن مثل هذا الكلام. هذا اتهام طلبة العلم واتهام العلماء بغير بينة وغير دليل، التشهير بهم، هذا أمر لا يجوز. إذا كان أحد عنده خطأ من العلماء فالذي يتولى بيان الخطأ هم العلماء، تولى بيان الخطأ هم العلماء، ويكون الرد بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أما المهاترات والمشاجرات والانقسامات فهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز للطلبة المبتدئين وصغار السن والعوام إنهم يشتغلون بهذه الأمور، لأنه يحصل من الفساد والتفرقة بين المسلمين الشيء الكثير. فالذي يتولى النقد ويتولى الرد على الأخطاء هم أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون كيف يردون وكيف يناقشون وكيف يجادلون، ولا يقعون في ما يقع به هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلبة المبتدئين من المهاترات وغير ذلك. نعم، فيرد الأمر إلى أهل العلم، هذا يرد إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هم العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فيجب أن ترد الأمور إلى العلماء، إلى العلماء أهل البصيرة النافذة وأهل الرسوخ في العلم. نعم.